أهلا فيك في برنامج كابتشينو شو، والجزء الثاني من الحديث عن يعني ما الذي يجعل العلاجات هي الأنجع والأنجح، وما هي أنجح العلاجات الموجودة اليوم. وتكلمت في الجزء الأول عن يعني أعطيتك تمهيد اعتقدت أنه مهم في تطور الفكر لدى الإنسان، وفيها تفاصيل كثيرة على فكرة، يعني يمكن يوم نتطرق لها لأن هي مسألة للباحثين مهمة جدا، أنك تعرف أن الفكرة تتطور بتطور الناس والبشرية. في من الناس كثيرين حولك ما حيضيفوا شيء للدنيا، يعني ما حيضيفوا شيء لمجتمعهم، ما حيستمرون نفس الشيء، ما يغيرون، ما عندهم الجراءة أن يضيفوا معلومة جديدة، أن يضيفوا تطور فكري للبشرية. يودون فقط المحافظة على ما لديهم، والمحافظة على ما كان عليه أسلافنا. وهؤلاء ما عندهم الجراءة، يعني هذولا ما يضيفون شيء للبشرية. بس حولك ناس قليل جدا، يمكن بين 1000 واحد أو كذا، ستجدهم مقدامين جريئين. يعني مثلا من الأسباب باعتقادي الرئيسية أو من النتائج الرئيسية التي قام بها الإسلام هو أن يصنع صناعة التجديد لدى الإنسان، ولذلك حارب كل فكرة الأسلاف، يعني البقاء على السلف، حارب كل الفكرة هاي، وعلم المسلمين التجديد طول الوقت. فلذلك أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي كانت مادته هم رجال الدين. شوف كل علامة وكل عارف وكل مجدد وكل نبي وكل رسول وكل علامة وكل أفاتار مادتهم رجال الدين والسياسة، لأن هؤلاء الذين يتحدثون باسم السماء وباسم البشرية، والأدهى وأمر ما يرضون حد يتكلم عنهم، يعني لو تكلم أحد عنهم فيعتبرون أن هذا الحديث ضد السماء ضد الله لو تكلمت، حتى يزعمون مزاع، مثلا يقول لك لحوم العلماء مسمومة. فمنين جبت الكلمة هذه لحوم؟ يعني هو لحوم بجيراننا مش مسمومة؟ يعني أنا يجوز لي الآن أن أشتم أي إنسان في الدنيا، بس ما يجوز لي أشتم عالم؟ ما يجوز لي أشتم لا عالم ولا إنسان في الدنيا. فكل الناس لحومها مصونة، ما يجوز أن أنت تطلع. لكن الفكر غير مصون، يعني أنت الآن يحق لك تعترض على كلام اللي أنا قلته وتعتقد أن هذا كلام وتطور الفكرة. طبعا إذا كنا نتناولها بأدب فأنا وأنت نستطيع أن نطور عليه، وممكن أنا أرجع عن فكرة قلتها. أنا شخصيا عندي الاستعداد أرجع عن أي فكرة، ما عندي تمسك بأي فكرة، يعني ما عندي attachment وارتباط بالأفكار، ما عندي. الفكرة اللي اليوم أتبناها أرجع عنها بكرة. حتلاحظ ربما في بعض التسجيلات اللي أنا أسجلها لك الآن وكذا أن ربما قلت فكرة وبعدين عقب شهور غيرت، عادي، ما عندي مشكلة، ما عندي تحرج. أنا أعتقد أن هذا يعطيك الأمان أكثر، أني أنا متجرد، ما يهمني، أنا لا يهمني انتماء لتيار ديني ولا الانتماء لتيار سياسي، ولا يهمني الناس يعيبوني والله هذا مو مسلم جيد ولا هذا عنده كفر ولا عنده فكر منحرف، ما يهمني. أنا أدين الله بما أقول، يعني أنا الآن الكلام اللي أقوله أتحمل أقف أمام الله وأقوله، ما عندي مشكلة في الموضوع هذا. كثيرين ما عندهم يعني عندهم تخوف. أنا كنت في السابق كذا عندي تخوف، أنا رجل متدين مثلا، لما كنت في تدين، لما كنت مثلا في مع الديمقراطيين في الوسط الديمقراطي، لما كنت عندي تحرج لما أكون مع الديمقراطيين، ما أتكلم عن قضايا يعني عبادات، أتحرج أراعي الجلسة يعني، ولما كنت مع مدين أتحرج، أحيانا تكون في أفكار حوش ما أقدر أقولها فأخفيها، ماسكينج، لبس القناعة. لا، ما عندي تحرج، أنا ممكن أقعد مع الديمقراطي ويعني أقصد يعني يساري مثلا او صاحب فكر علماني او ليبرالي متفتح، يعني ليبرالي جدا، واسرد له معنى عميق في الايمان، ما عندي مشكله. طب وما قبل؟ هو حر يا اخي، انا ملزوم في اني انا اقنع افكاره. كذلك انا ممكن اجلس مع ناس متدينين وكذا اقول لهم فكره، اقول لهم والله يعني معليش مع احترام الكلام هذا، بس هذا كلام وايد بلوشي او كلام يعني ملخبط، يعني ما يصلح اليوم تقوله كذا، عادي نقول. يقول والله قال ابن تيمية قام غير رأي ابن تيمية، رأي ابن تيمية، طب أنت أحسن من ابن تيمية؟ ما لي علاقة بمقارنة في أحد، أنا أقول لك فكرتي، تبي أنت تأخذها خذها، ما تبي تأخذها أنت حر يا أخي،
أنت إنسان حر، خذ ما تريد ودع ما لا تريد. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الخيار، بنسلبه منك إحنا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا الخيار، ستسلبه مني؟ ما حد يستطيع يسلبه منك. حر الإنسان يقول ما يريد من الأفكار، وحر كذلك أنت أن ترد وأنا أرد. يعني أرى الأفكار اللي موجودة وكذا، أرى أن أصحاب الفكر الديني وأصحاب الفكر السياسي هم، أقول كلمة مو حلوة كلها واحدة، هم ملخبطين الدنيا. يعني هم اللي عاملين هالمشاكل هذه كلها اللي موجودة في المجتمعات. فدوري أنا لو كنت صادق مع نفسي وبوصل فكرة كذا، أني أنا أتناول هذه الأفكار دون تناول أشخاص. كل الناس عندي محترمين، كلهم فوق راسي، كل الناس محترمين، مسلم سلفي، مسلم إخوان مسلمين، تبليغي، حزب تحرير، يعني لا ينتمي صوفي، لا ينتمي إلى تيار، متدين غير متدين، متنقبة لابسة بوشية، متحجبة غير متحجبة، فاسخة تماما، كل مسلم عندي كل محترم. قد أختلف معك في السلوك، قد أختلف مع شخص متعري تماما، وقد أختلف مع شخص متطرف بفكرة، بس ما أختلف معه معك إنسان، وكإنسان أحترمه وأقدره، كفكر حتناوله، لا تزعل مني، أنا ما أزعل منك، أنت حقك أنك تتكلم وأنا ما أزعل. أنا قلت لهم سابقا لن أرفع دعوة، تناولني كثير من الكتاب في مقالات، ما أرفع دعوة، مستحيل يا أخي، أنا أشجع هذا الكلام ما عندي مشكلة، بس أنا ما أقرأ لك، ما يهمني. لما تكتب لي بطريقة محترمة أقرأ، لما أكتب لي بطريقة محترمة أتوقع أنك تقرأ. فتناول الفكرة عادي، فذاك الفكرة تطورت عبر التاريخ ولها أثر كبير في ال... برجع لموضوعي وهو مهم، أين يعني نجاح العلاج؟ سواء في، لأن الحين مثلا أنا عندي مشكلة نفسية الآن، مشاعر غضب ومشاعر، كيف أتناولها؟ أستخدم NLP ولا أستخدم العلاج التحليلي النفسي التحليلي، ولا أستخدم العلاج السلوكي، ولا أستخدم العلاج الإدراكي اللي هو المعرفي، ولا أستخدم يعني تطبيقات TFT ولا EFT، ولا أستخدم، يعني خيارات كثيرة. باعتقادي أنا قرأت، يعني الله سبحانه وتعالى وفقني لي، يعني أو سهل لي التوفيق، عشان بس ما أزعم عن الله سبحانه وتعالى شيء، يعني تسهل لي التوفيق. يعني الحديث تعرف بعض الناس هم فيها تحرش، ويقول لك مثلا الله هذا وفقه، شوف الله ايش سوى فيه، ايش دراكنا ما نعرف صح. فأنا أعتذر، أسحب هالكلمة، أنه سهل لي التوفيق بأني، يعني لا ما بيزعم هذا مزعم، فذاك أن أطلع على مادة من زمن، يعني من أكثر من 12 أو 15 سنة اطلعت على مادة حق واحد اسمه جندل، وخطيرة أن دراسة عملها على 1000 شخص جابوا نتائج في العلاج، وآلاف ما جابوا نتائج. فخذ 1000 ذو القط اللي ما بتعرف، عكس الطب، الطب اليوم يدرس وين المرض، يسبب لنا أمراض أكثر، لأن بحد ذاته الميثودولوجي غلط، يعني أنك أنت تتبع منهجية دراسة الأمراض، لذلك الطبيب ما يعرف عن الصحة، لا تسأل طبيب عن الصحة، تسأل طبيب فقط عن المرض. ما في بالوطن العربي وزارة صحة، كلهم وزارات أمراض، كلهم وزارة علاج، عشان كنا شو أكثر إنصافا، هي وزارات علاج الأمراض، ما لها علاقة بالصحة. الصحة مش فناء المرض، لا، الصحة حاجة مختلفة ثانية. في الحقيقة أنه هو انعدام الصحة هو المرض، لكن مش انعدام المرض هو الصحة، لا. الصحة اليوم وذاك عرفوا، غيروا تعريفه خاص، منظمة الصحة العالمية غيروا تعريف الصحة، بس ما ندخل في الموضوع هذا، على أي حال نرجع موضوعنا، أنه هو أن جندل اكتشف أن الجماعة ذول درس الناس الناجحين في علاجاتهم، وشاف شنو اللي عنده، فلقى حاجة واحدة اللي هي الفوكسينج. وأنا أعتقد باعتقادي الشخصي، وحتكلم عنها الموضوع في المستقبل بإذن الله، أنه كل العلاجات اللي تشتغل، سواء كانت الـ NLP ولا TFT ولا اللي تشتغل، لأن أحيانا ما تشتغل أيضا لأن ما اشتغلت بهذا الشرط، هي تلك التي تدخل في اللحظة، في عمق اللحظة، تكون تواجد فيها باللحظة، يكون فيها الوعي تام، الوعي كامل، هنا تأتي العلاجات، هنا تشتغل. كيف ميكانيكيتها وتفاصيلها إن شاء الله أدردش عنها في المستقبل.